هذه ردود مختصرة على المدعو وسيم يوسف. وهذا الرجل قد نشر أباطيل كثيرة، وجب علينا أن نرد عليه، وذلك بناء على قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. في هذا المقطع الأول يتصل متصل شيعي أو رافضي على وسيم يوسف ويشكره شكرا جزيلا ويمدحه مدحا عطرا وثناء عطرا، ويقول له: أشكرك جدا عن كل الإخوة الشيعة، إلى أن قال: ونحن نحترمك ونحبك. ثم قال وسيم يوسف بعدما خلص الرافضي من كلامه ووضع وسيم يوسف يده على رأسه، قال: احترام وإجلال لك، أنتم إخواننا ونحن إخوانكم، يعني الرافضة الشيعة قبحهم الله تعالى. نور الدين السلمي من أصل عراق مقيم بأستراليا، أشكرك جدا نيابة عن كل الأخوة الشيعة، وإحنا نحترمك ونحبك، وزوجتي موجودة معي جاي تابع برنامجك، وكنا مستفادين من عندك، ووفقك بذلك كل خير. آمين الله يسلمك. احترام، احترام وإجلال لك، أنتم إخواننا ونحن إخوانكم. أولا، لا يجوز لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحب أو يواد أو يبجل أعداء الله سبحانه وتعالى، وهذا صريح في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. الآية، ومعنى الآية: لن تجد أحدا يؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة الإيمان وهو يحب من حاد الله ورسوله، ولو كان هذا الذي يحبه ممن حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه أو من عشيرته أو من أقربائه، لأن بغض الكافرين وبغض أعداء الله سبحانه وتعالى علامة على صحة إيمان الإنسان بالله وباليوم الآخر كما ذكرت الآية. وكذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بموالاة المؤمنين والبراءة من الملاحدة ومن الزائغين والضالين بقدر ما فيه من ضلال وزيق. قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلى غيرها من الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الأحاديث الصحيحة الكثيرة المستفيضة في البراءة من أعداء الله. وأي أعداء لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولصحابته رضوان الله عليهم ولأمهات المؤمنين رضي الله عنهن، أي أعداء أشد عداء من الرافضة الشيعة؟ حيث أن الشيعة الرافضة الذين يمدحهم المدعو وسيم يوسف، هؤلاء يدعون تحريف القرآن، القرآن الذي بين أيدينا نحن كمسلمين، قالوا: هذا لم ينزل من السماء، وهذا محرف، وهذا باطل مكذوب. قالوا: القرآن الحقيقي وقرآن فاطمة، كما في هذا الكتاب، وهو كتاب أصول كافي، ويشمل أربعة كتب، منها كتاب أصول كافي في الصفحة رقم 55، يقول الرافضة، وهو كتاب الكليني من أعظم الكتب عند الرافضة، قالوا: ثم سكت ساعة ثم قال: وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام، وما يدريهما مصحف فاطمة. قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ هكذا مكتوب. قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا 3 مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد. هذه عقيدة الشيعة الرافضة الذين يمدحهم وسيم يوسف
ويجعلهم إخوانه ويجعل نفسه أخا لهم يدعون تحريف القرآن، وأن عندهم مصحفا آخر يسمى بمصحف فاطمة ليس فيه حرف واحد من المصحف الصحيح الذي عند المسلمين. وكذلك في هذا الكتاب المشهور جدا عند الشيعة الرافضة، وهو كتاب الحكومة الإسلامية للخميني الهالك عليه لعنة الله، في الصفحة رقم 61 يبينونهم بأنفسهم عقيدتهم، عقيدتهم هل هي عقيدة صحيحة أو فاسدة. قال الخميني وهو يتكلم عن مشايخ الرافضة وأئمتهم، قال إنهم عليهم السلام يختلفون عن سائر الناس اختلافا في قدم الخلق وفي التكوين وفي الوجود، ولهم مع الرب تعالى مرتبة لا يدانيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلى أن قال إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهم يدعون أن أئمتهم أئمة الشيعة ومشايخهم أعظم عند الله سبحانه وتعالى من الأنبياء والمرسلين ومن الملائكة. وأي كفر بعد هذا الكفر والذي قبله، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأي كفر وإلحاد بعد هذه العقيدة الفاسدة، وهي ادعاء الرافضة الشيعة أن أئمتهم وشيخهم أعظم عند الله من الأنبياء والمرسلين والملائكة، لا شك أن هذا من أعظم الإلحاد والكفر والزندقة عند الله تبارك وتعالى. ومع ذلك يثني عليهم المدعو وسيم يوسف بجهله بشريعة الإسلام، والله المستعان. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم. هذا يقول بعض الدعاة وطلبة العلم يقولون عند التحدث عن الشيعة والرافضة إنهم إخواننا، هل يجوز أن نقول ذلك وما الواجب في ذلك؟ نبرأ إلى الله منهم ونبرأ إلى الله من هذا القول، ليسوا إخواننا، والله ليسوا إخواننا، بل هم إخوان الشيطان، لأنهم يسبون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق، ويكفرون أبا بكر وعمر ويلعنونهما، ويكفرون الصحابة عموما إلا أهل البيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، مع أنهم هم أعدى علي بن أبي طالب، علي يبرأ منهم عليه رضي الله عنه، بريء منهم، علي إمامنا وليس إماما، إمام أهل السنة وليس إمام الرافضة والخبثاء. فنحن نبرأ إلى الله منهم وليسوا إخواننا، ومن قال إنهم إخوان فليتب إلى الله ويستغفر الله، والله جل وعلا أوجب علينا البراءة من أهل الضلال وموالاة أهل الإيمان.